نروح لأخبارنا. يمكن في موضوع بيشغل الحقيقة السوشيال ميديا بقاله فترة، ولو حضراتكم تفتكروا اعتداء إمام عاشور لاعب كرة القدم على فرد أمن بسبب معاكسته لزوجته في أحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد. النهاردة كانت أولى محاكمة إمام عاشور، أولى الجلسات، اللي تغيب عن حضور الجلسة الأولى وحضر ثلاثة من المحامين للدفاع عنه. خلينا أقول لحضراتكم، المواقع الإخبارية اهتمت بخبر إمام عاشور، فكتب موقع اليوم السابع بدء جلسة محاكمة إمام عاشور بواقعة تعدي على فرض أمن في مول بالشيخ زايد. خلينا كمان نروح لموقع صدى البلد اللي كتب ونشر تفاصيل ثلاث فيديوهات وطلب تعويض 5 مليون جنيه 12 دقيقة مثيرة من محاكمة إمام عاشور. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اللي حصل النهاردة في الجلسة وطلبات الدفاع وطلبات المجني عليه. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي فايز، محامي فرض الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ علي. استاذ علي، قول لي ايه الفيديوهات اللي انتوا قدمتوها النهارده للمحاكمه وعلى اساسها تغير الوصف؟ والله بص يا فندم، هو مش على اساس الثلاث فيديوهات بس، هو احنا بنرى ان الواقعه بتمثل في الحقيقه شيء ثاني خالص غير اللي الامام نازل بيه. تمام، وهي جريمه استعراض القوه والتلويح بالعنف واستخدامه كمان طبقا للمادة 375 من قانون العقوبات. والفيديوهات اللي احنا قدمناها هي موجود منها فيديو في النيابة او اكثر، والفيديوهات التانية دي يا فندم فيديوهات احنا بنستدل بيها كقرينة ان امام معتاد على الفعل ده، يعني اتخانق من سنة مع 4 شباب في مول زايد، وفرح مروان عطية فيديو كلنا شفناه بيضرب ولد وبيزيحه وهو متخيل او متوهم ان الولد بيعاكس مراته. فإذا الموضوع مش طبيعي. طيب انتوا طلبتوا النهارده من هيئه المحكمه تغيير الوصف من جنحه لجنايه، صح كده؟ تعديل القيد والوصف يا فندم، طبقا للمواد اللي احنا قلنا عليها. تمام، اللي انتوا قلتوه اللي قاله امام عاشور في التحقيقات كان خاص ان هو لا، ما هو اتقال انه زوجته بتتعاكس فنزل وما كانش قصد ان هو يعتدي على فرد الامن، وده زقه بس علشان هو كان بيصوره فقال هاخد الموبايل. دي كانت اقوال امام عاشور. طيب دلوقتي يا فندم ثبت بما لا يدع مجال للشك ان مفيش اصلا واقع تحرش، او خلينا نقول ان مفيش دليل واحد حتى الان ان في واقع تحرش اصلا. لا، ما هو مش هيجيب الناس ويجي يعني من غير ما يبقى فيه اساسا في حاجه تقال له. ايوه، فين هي بقى يا فندم؟ تحقيقات النيابه قالت مفيش والشهود قالوا مفيش، فين هي بقى واقع التحرش؟ ما هو ضرب الولد في فرح مروان عطيه وما كانش فيه واقع تحرش، كان متخيل انه بيصور مراته. طب انا بس علشان خلينا محددين في الواقعه دي تحديدا يا استاذ علي، احنا بنتكلم في الواقعه دي، هل ثبت ان في ان حصل اتصال وان زوجته مثلا تعرضت للمعاكسه؟ هل ده ما هو ما قدرش ان هو يثبته؟ هي كلمته لكن ما ثبتش يا فندم ان في حد عاكسها. تمام تمام. طيب النقطه وبعدين انا عايز اسالك سؤال يا استاذ، سيادتك اعلاميه محترمه وعندك خبره في المجال ما شاء الله، هل انا دلوقتي لو زوجتي اتعاكست هل ده دافع ليه انه يجيب 15 واحد ويجي يقتحم المول بالشكل ده؟ اكيد لا. تمام، في قانون. طيب انت شايف ان ممكن يحصل محاولات للصلح يا استاذ علي؟ والله انا زي ما بقول لمعاليكي وزي ما قلت اليوم كان في محاوله للصلح، وعبد الله واثق في اول الواقعه وراح لهم لحد عندهم في النادي الاهلي وانتظر ساعات ومحدش قدره ومحدش جاله. فاحنا مكملين في اجراءاتنا القانونيه وهناخد حقنا بالقانون. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ علي فايز، محامي فرض الأمن المعتدى عليه من كابتن إمام عاشور، شكرا جزيلا.